السلام عليكم الشيرات، مرحبا بكم عند المطبخ الجزائري. ان شاء الله قاع تكونوا غايه، وان شاء الله قاع تكونوا فرحانين ومهنيين. خواتاتي، اليوم درت لكم حاجه بزاف شابه وبزاف بزاف تحقوها. الولادكم ممكن يربحوا ان شاء الله في السيزيام، في البيع، في الباك، تديها لولد اخوك ولا ولد اختك ولا ولد حماتك ولا فاميليا، يكونوا رابحين، ولا لانيفيرسير تاعهم. حاجه سهله بزاف وشابه، شوفوا ناجحه 100%. اليوم ان شاء الله غادي نديرو كيكه عيد ميلاد، اون طارت بزوج بيضات فقط، غير زوج بيضات وفيها ثلاث طبقات وعاليه وشابه. زوج بيضات وفانيل غبره شونتيي، هذا ما كان. ودوك تشوفوا الوصفه شحال ناجحه وشحال شابه، وصدقوني جات مشمخه وشابه بزاف. اللي كلاوها عندي في لانيفيرسير هبلوا عليها. درت زوج بيضات، البيض يكون على حراره الغرفه، ما يكونش بارد، يليق ما يكونش بارد. زوج بيضات، رشه ملح، كاس سكر. السكر هذا تاع 200 مليلتر اللي دائما نخدموا به الوصفات اللي معكم متعودين معايا في القناه. كاس تاع 200 مليلتر سكر، خلط بالباتر حتى الخليط ولا الابيض. زدت نص كاس زيت، نص كاس زيت هذا غادي ندخله بالتدريج والباتر غيدور. انتي تخلطي والنص كاس تاع الزيت تحطي فيه في نفس الوقت، وضربي مليح 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 في هذه المرحله. من بعد حبسوا بالباتور وما نزيدوش نخدموا به. جيبوا كاس حليب، تبعوا الكاس اللي بديتوا به كملوا به. زيدوا كاس حليب وخلطوا مليح بالفوي هكا باش ندخلوا هذاك الحليب في المكونات الاولى. ودروك نجيبوا الفارينه، الفارينه تسحقي زوج كيسان منسوحين كما راكي تشوفي، ويليق تصفيهم في صفايه ولا تغرب ليهم. درت الكاس الاول تاع الفارينه، زدت معاه كيس يعني 10 غرام فرفاره اللي هي خميره الحلوى، وزدت معاها زوج مغارف كبار كاكاو باسكو انا بغيتها ذوق الشوكولا. وهذا الكاكاو خواتاتي ماشي كاكاو العادي، انا نخدم بودره الخروب، هي بديل الكاكاو، تعطيك نفس النتيجه تاع الكاكاو ولكن ذوق تاعها هبال. شوفوا هذه البودره تاع الخروب صحيه خير من الكاكاو، وعندها بنه، دارت لي بنه سبيسيال في هذا لاطخت، حتى ما عرفوش هي البنه اللي راها زايده، حتى انا قلت لهم هذا ماشي كاكاو، هذه الخروب اون بودر. المهم درت زوج مغارف ودخلت بالفوي الخليط الاول، الفرينه والفرفاره والكاكاو. من بعد عاود زدت كاس تاع فرينه كاس ممسوح، زدت غربلته ودخلته غاية حتى الخليط ولا لي هكا. شوفوا القوام تاعك يكون خفيف هكا. نجيب البلا تاعي، هذا البلا كبير تاع الفوغ تاع الكويزينير تاعك، المهم هذا كبير، انا كويزينير تاعي جاي عريض، ودرت فيه بابي كويسون. لازم تفرشي بابي كويسون، الا ما كاش عندك وما عندك شكون يشري لك تنجمي ديري بابي 21 يعني اوراق الرسم. دائما نقول لكم 21 ما تفهموهاش، اوراق الرسم تدهنيهم غايه بالدهان، فوتي عليهم غايه بالدهان، انا دارتها بزاف في هذه القناه، وتحطي عليهم ونورمال نفس النتيجه. درت بابي كويسون ووصلت كاع هذاك الخليط فوق هكا. الفوق تاعي كان ساخن على 170 درجة، نخبط البلا تاعي وندخله يطيب غير من التحت، منشعلش من الفوق، 10 دقائق بالتمام وتخرجيه. شوفي هنا فاتت لي 10 دقائق، طلع مليح ونشف. توشي بصبعك هكا ولا تدخلي كيردون تلقيه ناشف، انا غير توشيته هكا لقيته ناشف، سي بون راه طايب. شوفي اختي العزيزة طاب مليح من التحت، ما نحرق ما والو، وجا خفيف وتنفخ لي مليح في الفوق. بوغتون درنا غير زوج بيضات، احنا موالفين لي جينواز و الصوالح نخدموهم 4 بيض الفوق. انا جبت هاد السيرسو تاع 20 سنتيمتر، هادي طارطه درت فيها 20 سنتيمتر، وهنا قطعتها. انا كنت مقلقه على لاطارت باسكو درتها في لوجور مام في نفس النهار تاع لانيفيرسير، كنت نحوس وين تنكمل باسكو راني نخدم في الفطور، راني ندير في الميناج، يعني يدي راها هاك وهاك. انتوما تشوفوني نصور تحسبوني نخدم غير في هذه، يا والله لا فريمون تعب كبير. رانا لاهين مع ولادنا الصغار وفطريهم، عاودي حطي الفطور، غسلي ماء تاع الفطور. هذه هي قطعت دوائر هكا، شوفوا الشيرات، قطعت زوج تاع الدوائر بهذاك المول وقلعتهم هكذا. ولي شيت هادو البقايا اللي راهم منا ومنا غادي نخدموا بهم الطبقه الثالثه اللي تجي في الوسط. سي بون، هذه الطبقه الاولى وهذه الطبقه الزوجه، شفتوا شحال جا مفخفخ. وهذوك اللي راهم باقيين نخدموا بهم طبقه في الوسط، صافي كلشي نخدمو به. ما ترمي حاجه، ما تعطيهم لولادك ياكلوهم بعدا كي تغرقي. هنا جبت صحن التقديم بويسك غادي نديرها في الدار، درتها في طبسي كبير هكا. الا بغيتي تديها معاك، تديها بار اكزومبل للحفله راكي رايحه تاع تحمدي، ولا ديتها لداركم ولا حاجه، ولا كي راكي باغيه تديها معاك تخرجوا هكا. بزاف يبغوا يديروا لي زانيفيرسير على برا، ديريها ديريكت فوق هذاك
الكرتونه تاع لي طارت وديريها باش تحطيها فيها ديريكت. سي بون، هنا حطيت وزدت شويه مليشيت، لقيت واحد الفراغ صغير زدت شويه مليشيت، درت الطبقه الاولى وخليتها على جهه باش نخدمو دروك لا كريم اللي بزاف سهله. انا شريت 20 ميل تاع غبره شونتيي، شريت 20 ميل، شوفوا شحال دارت لي، دارت لي كاس ونص، شوفوا قدامكم غير 20 ميل. والله لا الطارطه جات، الطارطه جات زاكيه ما شاء الله، كلينا حنا واللي عرضناهم ورسلت حتى لجارتي الله يتقبلها منا ان شاء الله. وجات بزاف شابه، خفيفه خفيفه لواحد الدرجه تهبل. درت كاس ونص غبره شونتيي مع كاس ونص ما بارد بزاف، هذا الماء بارد بزاف. ولا خفتي من نوعيه تاع الشونتيي تاعك الا ما تكونش مليحه، ديري غير كاس وربع تاع ماء. انا هذه شابه بزاف، هذا الشونتيي شي تاع اليوم، ونخلطها كنطلعها بالباتور كيف كيف. لا بغيتوها بذوق الكاكاو ذوق الشوكولا، ديروا لها شويه تاع كاكاو ولا شويه شوكولا دايبه، شوفوا كي طلعت غايه. هذه هي، انا ما غادي ندير لا لابوش لا والو، كنت فريمون مقلقه. هنايا في هذه القرعه تاع الصغار تاع الافري درت الحليب باش يساعدني، درت الحليب وشربتها بالحليب. علاش شربتها بالحليب؟ انا دائما لي طاخ تاعي نشربهم بالحليب باش ما يجوش حلوين بزاف، باسكو بزاف يديروا الشربات، شربات تجي بزاف حلوه، بصح الا بغيتيها كيما تاع برا ديري الحليب. ونحط حوالي 3 مغارف كبار من هذاك لاكريم شونتيي اللي كنت وجدتها. نجمي تخدمي بلا بوش بصح هكا لا بوش تاكل لك بزاف شونتيي، طبقه تجي بزاف تاع معمره بلا شونتيي. وانا عندي غير 20 ميل شونتيي راكم شايفين، درت غير هكا بالمغرف ومسحت، وما ما بغيتش نوسخ بزاف المواعين. ودرت طبقه هكا وزدت لي فريز، عندي شويه تاع فراوله. شوفوا للامانه كانوا عندي 8 حبات فراوله تاع البارح تاع العشاء، كي عرفت بلي غدو غادي ندير اون طارت وخرت هذوك الحبيبات تاع الفراوله باش نفرسيهم بالداخل. 8 حبات، ربع حبات قطعتهم دروك حطيتهم هنا في الوسط، وربع حبات باش نحطهم في طبقه اخرى. صاي باش تعرفوا باللي المره اللي تكون قابزه في دارها، كي شفت لي فريز قلت اوا خصني نقلع، قلعت هذوك 8 حبات وخدمت بيهم اليوم. المهم هذوك لي شيت البقايا اللي كانوا الزوائد تاع تاع لا جينواز اللي خدمناها، وهي ما سموهاش جينواز في الحق بصح حنا غادي نقولوها جينواز. شوفوا راني نقطع فيهم باش نحاول ندير طبقه في الوسط، من بعد كي ما غاديش تبان بلي مقطعه، ولا بعد كي غادي تقطع المورسو يجيك سوا سوا. عاود شمختها بالحليب، قدمت شمخو لهذاك البسكويت تاعكم بالحليب، قدمت تجيكم شابه ومشربه، تخلوهاش ناشفه تجيكم كي الموسكوتشو. درت طبقه من شونتيي وزدت شويه تاع فراوله. هنا ديري الفاكهه اللي عندك، بانان فراوله مكسرات، ما ديري والو، كونفيتور لا جولي، هذوك لي غو اللي بغيتي ديريه الداخل، شوكولا اتختيني شوكولا تفضلي كيما تبغي اختي، تاني طوفيا. شوفي نعطيك افكار. سي بون، دروك جبت الطبقه التاليه كاع، هذيك الدائره التاليه اللي كنت مقطعتها بصح ما درتهاش على الوجه، شفتوني قلبتها، شفتو غايه، تبعوا مليح الفيديو باش تجيكم حاجه شابه. وزدت شمخت الطبقه التاليه، انا نبغي نشمخ مليح مليح البيسكوي تاعي باش الكيك تاعي يجي رطب. غادي نخليها تريح في هذا الوقت، روح للمربله اللي راهي عندي تاع المواعين، خليتها ريحت مليح مليح، خليتها حوالي ساعه ريحت. من بعد هذيك الساعه اش درت انا؟ جبت شويه شوكولا، هنا عندي شوكولا بالبندق باسكو الشوكولا تاع البندق تجي بزاف بنينه، الشوكولا بالبندق رحت درتها في دماغي في حمام مائي باش تذوب. هنايا فاتت ساعه خليتها في الفريجيدار كما قلت لكم، هذيك لا كريم شونتيي تشد روحها مليح، دي موليتها قلعت هذاك المول، شوفوا غير بشويه وقلعوا ساعه فرواحكم هاكا، شوفوا شدت روحها مع غير ساعه. ماذا بيك كي تبغي ديري اون طارت ديريها قبل بنهار، ديريها في النهار اليوم وغدوه تخدمي بيها. من بعد لا كريم شونتيي كاع اللي بقات لي سيت لو ماكسيموم نغطي بها كاع الكيكه تاعي، قلت لكم هذه غير 20 ميل شونتيي ماشي بزاف، تبغي تكثري كثري، انا نعطيكم دائما على حساب الجيب وعلى حساب المقدور تاعك وعلى حساب اللي عندك في الدار. سي بون، هذيك لا شونتيي اللي بقات لي كاع شوفوا مسحت غايه غير سي بلون تاعي بالسباتول، ووصلتها لكاع هكا غطيت بها كاع هذاك البسكويت تاعي. من بعد جبت هذيك الشوكولا اللي درتها في الدماغي، غادي نزيد لها، شوف هنا درت شوكولا حوالي 100 غرام، 100 غرام شوكولا، درت لها زوج مغارف كبار معمرين مليح زيت، وخلطت غاية باش تجيني تلمع الأولى. والزوجة كي تقطعوا المغصو تاعكم تاع
تاع الكاطو ما تتهرس لكم مش تتكسرش، باسكو لو كان ديريها وحدها غادي تتكسر هي بصح تخسر لكم كاع لا فورم تاع المقصود تاعكم. درت لها الزيت وتنجموا تزيدوا لها الحليب ولا لا كريم فخش صاي باش تجي طريه. هنا غطيت الوجه بالشوكولا، من بعد هادو الاطراف شوفوا غادي نحاول نكب باش تجي كشغل سايله وكي شغل مدفقه هكا سايله منها. هذه هي انا هاد لاطاكس بنتي اختارتها في جوجل، شافتها قالت لي ديري لي كيفها، بصح درتها بطريقتي الخاصه ودرتها بالوصفه تاع البسكوي ماشي جينواز العاديه، ماشي البسكوي اونفي. درت لكم بسكوي هذاك تاع زوج بيض لي بزاف زاكيه واقتصاديه، سيرتو لي خدموا المشاريع هذه فريمون تحتاجوها. من بعد لاشونتي كنت خاله شويه في لابوش هكا، ودرت بها دي غوزاس وحطيت لي سيريز. كانوا عندي هاد لي سيريز حطيتهم من الفوق، حطيتهم هكا من الفوق جاو بزاف بزاف شابين. وعندي هذا النيميرو 6 باسكو بنتي دارت 6 سنوات ما شاء الله عليها الله يبارك، وشريت لها هاد الشمعه تاع رقم 6. شفتوا شحال؟ وريت لكم حتى البري تاعها، سعرها يدير 150 دينار يعني 15000. واختارتها هي في الدوغي وحطيت هذيك الرقم 6 هكا في الوسط. وهذه تاع هابي بيرثدي ما نكذبش عليكم انا عندي دائما غير هي نخدم بها نعاود نمسحها وندسها باسكو هذه ما تنتكل ما تنقص. ديري شريها خطره في حياتك 20000 ونهار اللي تتهرس تتهرس. المهم اني خدمه بها انا تقولي قريب 3 تاع لي زانيفيرسير تاعها تاع اختها. المهم مع التالي رشيت بشرط هكا شويه شوكولا، هذه غير زياده، هذه بنتي اللي قالتها لي هذه الخطوه، قالت لي حنبك رشي لنا شويه تاع الشوكولا، زدت رشيتها. هذا هو الفكرة البسيطة تاع الكيكة تاع اليوم، وهذا هو عيد ميلاد تاع بنتي اللي بزاف بسيط. حاجة سامبل درتها لها، هي اختارت لو تام هذا تاع باغبي، بغات دير باغبي اختارتهم هي. انا دائما في لي زانيفيرسير تاع بناتي نعطيهم هما حرية الاختيار، ما نبغيش نكزيجي عليهم لا ديري هذه وديري، خليتها عند الحانوت هي تختار شراها باغية. والحمد لله فاتت غاية مالكري تشوف غير حاجة خفيفة، باسكو كنا متقهيوين وكاع كنا نقارعو واحدة حبيبتنا باش تجي جات شوية روتار، على بليها درنا غير لي جو وجات غاية وفاتت غاية. شوفوا الطبقات شحال باينين وشابين فغيمون، تهبل ديريها وغمضي عينك وشوفوا شحال خفيفة ومشربة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم خواتاتي، مالكم غير تدعمونا الفيديو بجيم وتخليونا رايكم في التعليق. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه.